وصلنا كرونسوس الثانية إصحاح 12، الإصحاح اللي قبل الأخير إن شاء الله المرة الجاية نخلص إصحاح 13، وكده خلصنا من كرونسوس الأولى والثانية. يا ريت تقولوها في البيت في خلال الأسبوع ده، لو في أي سؤال أو أي حاجة يا ريت تقولوا لنا عليه. يعني يا ريت، أنا عارف طبعا كل واحد له قراءاته، لكن آخر كده في آخر حاجة في الرسالة أو آخر حاجة لما نخلصها يا ريت تقولوها عشان نبقى إيه مع بعض، لو في أي حاجة بنخلصينها كله كويس. إن شاء الله الجمعة اللي بعد الجاية هنبتدي في بولس إلى أهل غلاطية، رسالة صغيرة بس مليانة كلام مهم. بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. احنا من الاصحاح 9، اسف، من الاصحاح 10 11 12، خصوصا 11 و12، بيبتدي القديس بولس الرسول بيثبت رسوليته، لان كان في ناس قالوا ان هو مش رسول، وقلنا المره اللي فاتت كانوا قالوا ليه الكلام ده. من ضمن الحاجات ان هو كان ضعيف في اللغه اليونانيه، وقال لهم ان مش بالكلام ومش بالوعظ ولكن بالعمل. هنبتدي في كورنثوس الثانيه 12، برضو بيبتدي بولس الرسول في الإصحاح 12 بيأكد لهم رسوليته من خلال بقى أعمال قوية جدا عملها القديس بولس، لكن قالها بكل تواضع وبكل حب وبكل حكمة. ويقول في الآية الأولى: إنه لا يوافقني أن أفتخر، فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. هنا الرسول بولس بيتحدث عن ألامه، بيتحدث عن ألامه، بيفتخر بالرب اللي ادهوله من اعلانات، بيفتخر بالرب اللي ادهوله من اعلانات علشان هو رسول، عشان هو ابنه، عشان هو مدعو. الذين يدعون بس فقط هم الذين يروا مناظر الرب واعلاناته، مش اي واحد. في ناس كده ربنا بيخصهم بهذا الموضوع بالخدمة، فالمخصص بالخدمة ده وخصوصا الرسل والأساقفة والبطاركة، دول ناس ربنا اداهم نعمة، وكل واحد من المدعوين دول خصوصا الحاجات الكبيرة كده بطرك، ولا عشان برضو لسه في بطرك جاي لنا جديد، تأكدوا ان دول بيبقوا كده فيهم كده نعمة من الصغر، حتى ولو من الصغر ما كانش ابن ربنا، لكن تبص في حاجة كده، في ومضة في حياته، في لمسة في حياته. فبالك بقى الرسل في البداية. فالقديس بولس الرسول: إن الله يوفقنا أن أفتخر فإني آتي إلى مناظر رب وإعلاناته. أنا هفتخر بالمناظر ربي، أنا هفتخر بيه، هفتخر بالردين اللي ربنا ادهوني. فبيبتدي يتكلم على واحد، لكن هو بيتكلم على نفسه، بس ما قالش على نفسه، كان هو طبعا كل المفسرين قالوا هو عليه هو. بيقول: أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة، هو من 14 سنة المسيح ظهر له قال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة، أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. اختطف هذا إلى السماء الثالثة. طبعا هو بيتكلم على إيه؟ نفسه، لكن بيتكلم بروح الاتضاع. قبل 14 سنة هو القديس بولس الرسول كتم الرؤية دي وما لهاش لحد إلا يمكن لحناني او المقربين او من التلاميذ، لكن ما اتقالتش، ما تعرفتش. يقال ان الفتره دي يعني المفسرين قالوا القديس بولس الرسول بيتكلم عن نفسه طبعا ده اكيد، لكن هل هو بيتكلم بعد المسيح ما ظهر له في رؤيه تانية شافها وطلع للسماء الثالثه، ولا اثناء ما كان واقع على الارض في الفتره اللي كان فيها اعمى شاف الموضوع ده؟ دي بقى ما حدش عارفها قوي، يعني مش عارفين، لكن هي انا اتخيلها كانت في الفتره دي. فبيقول ان هذا الانسان اختطف هذا الى السماء الثالثه. طبعا السماء الثالثه دي اللي هي الفردوس، السماء الثالثه دي اللي هي الفردوس، هيقولها بعد كده. الانسان ده ما كانش عارف، شاف حاجه كما لو كانت حاجه بروحه، الروح ارتفعت بزياده. فهو بيقول انا مش عارف الانسان اللي شاف ده هل كان جوه جسد والجسد خف وطلع فوق السماء، ولا الروح خرجت من الجسد وشافت الكلام ده، انا مش عارف. يعني هو نفسه هو عليه هو مش عارف، هو بس اللي متاكد منه ان هو شاف الرؤيه دي وشاف السماء الثالثه، شاف السماء الثالثه. فهو مش عارف ايه ده، هل دي في الجسد ولا ده خارج الجسد؟ هل الانسان هو روح وجسد ولازم مش هيشوفه هو في جسده فلازم هيشوفه وهو في جسده، ولا الانسان الروح ضد الجسد وجسد ضد الروح، فكانت الروح بس
محدش عارف، حتى نفسه هو مش عارف. لكن في النهاية الإنسان الحر اللي بيسلك ضد الشهوات حتى ولو في الجسد، فالجسد بتاعه يبقى خفيف فمش هتفرق. يعني واحد يقول لك لا يا ابونا بس ضد، ما هو اكيد كان خاطئ، كان خاطئ بس برضه خطيته كانت مغفوره وكان انسان خفيف بروحياته. زي الاباء السواح، يعني الاباء السواح، الاباء السواح دول عايشين في البريه الجوانيه خالص، دول ناس عايشه. الناس دي لما بتنتقل من مكان لمكان بتنتقل باجسادها مش بروحها بس. طب ازاي بروح اجسادها؟ لان الجسد بقى خفيف من ايه؟ من كتر ما هو ما بيهتمش بيه، بيهتم بالروح. طبعا دي مستوى احنا يعني مش هنقدر نوصل له ولا حتى يعني نتخيله، يعني ده موضوع كبير قوي يعني. لكن ده موجود، اه طبعا موجود، ده موجود، اه طبعا موجود. وفي ناس الستيل لحد النهارده هم سواح، والسائح ده على فكره هو عايش، انسان عايش على الارض، انسان عايش اللي بيعملوا قداسات ويتناولوا. فاذا على فكره احنا في مره في العذراء مصره، بس الكلام ده كان في السبعينات اي ثينك سو، ابونا دخل لقى الاواني كلها مبلوله، وكان الصبح بدري، فعرف ان كان في ناس بيصلوا، فصلى على هيكل تاني. فده بيحصل طبعا مش كتير لكن بيحصل يعني. فاذا هو برضو واحد يقول لابونا طب هو ممكن يطلع بالجسد؟ اه ممكن يطلع بالجسد، الناس اللي زي كده ممكن تطلع بالجسد، الناس زي كده اذا كان المسيح ظهر له، فمش مش كبير ان يطلع بالجسد. او لو ما طلعش بالجسد برضو مش ازمه، طلع بالروح ما هياش ازمه يعني. السماء الثالثة دي طبعا انتوا عارفين السماء الثالثة، السماء الاولى هي سماء السحب والعصافير، السماء الثانية هي سماء الكواكب والنجوم، السماء الثالثة هي الفردوس اللي احنا نطلعها اول ما ننتقل من هذا العالم. الفردوس مش السماء، خلي بالكم مش السماء النهائية، ها لا الفردوس. والفردوس دي هي كلمة فارسية بمعناها جنة، غيرنا الاسم بدل ما كانت جنة عدن في العهد القديم اللي هو اتخلق فيها آدم بقت الفردوس. لكن الفرق ما بين جنة عدن والفردوس ان جنة عدن هي جنة موجودة كانت على الأرض، لكن الفردوس تبقى ايه؟ في السماء، تبقى فوق السماء بتاعت الكواكب، مش سماء النجوم، اسف مش سماء العصافير. سماء العصافير دي اللي احنا بنطلع فيها لحد ما الطيارة بتطلع فوق خالص، ها دي السماء الأولى. دي السماء التانية بقى اللي فوقها اللي هو الغلاف بتاع الكرة الأرضية، دي بقى اللي فوق الغلاف ده، ده السماء التانية اللي هو النجوم والكواكب. السماء التالتة ده بقى اللي هي فوق تاني اللي هي الفردوس. طبعا احنا بدنا نجيب سيرة الفردوس اللي أبونا طب والكلام ده كله هنطلعه ازاي؟ ده تطلعه في لمحة بصر، يعني شوف الطيارة بتاخد وقت دي قبل ما بتطلع الحقيقة، يعني قبل السماء الأولى ما بتخلص الطيارة بتتحلق، وبعد كده السماء بقى التانية ها اللي هو خارج الكرة الأرضية، وبعدين بقى السماء التالتة الفردوس هنطلعها ازاي؟ ده صاروخ ايه اللي هيطلعنا؟ لا هنطلع فيه ما فيش في ثواني معدوده نكون وصلنا للسماء الثالثة ربنا يدينا يعني. فدي الفردوس اللي هي السماء بتاعت ايه؟ السماء اللي هي او الفردوس اللي هو احنا نطلع فيه، هنفضل فيه لحد المجيء الثاني. واعرف هذا الانسان، برضو بياكد ان انا اعرف الانسان ده كويس، هو مش قادر يقول انا، عايز يقول انا بس مش قادر، يعني مش قادر يفتخر ان هو. واعرف هذا الانسان في الجسد ام خارج الجسد لست اعلم الله يعلم، برضو برجع برضو ايه بياكد ثاني ان هو في الجسد او خارج الجسد عشان ما حدش يقول ايه ده ازاي يحصل؟ لا ممكن يحصل. انه اختطف الى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يزوغ لانسان ان يتكلم بها. هنا الفردوس دي كلمه فارسيه، والفردوس دي هو يعني ايه المكان اللي كان فيه عايش ادم وحواء، بس ايه مختلف، ده كان على الارض والتاني على ايه في السماء، لكن ربنا هيئه علشان بعد كده الانسان لما المسيح يجي ويصلب. كلمات لا ينطق بها، كلمات لا تستطيع أن تعبر عن لغة بشرية، كلمات هو وهو في الجسد أو هو في الروح بس لسه ما وصلش للفردوس، لسه ما انتقلش، لسه ما استشهدش أو ما تنيحش، ما قدرش يفهم إيه الكلمات دي، لكن كلمات جميلة لها لحن جميل. نفس الكلام ده شافه القديس يوحنا الرائي، بس طبعا القديس يوحنا شاف الرائي شافه بأوسع ومشي وشاف وحس، لكن القديس بولس شاف كده ومضى. القديس يوحنا الرائي برضو شاف وسمع، لكن لما وصله لنا في سفر الرؤيا ما قدرش يفسره، قدر يفسره بكلمات غير مفهومه. لحد النهارده سفر الرؤيا احنا مش فاهمينه قوي، يعني بنفهمينه يا دوب كده بالايه بالتقريب زي ما كتب لنا، لكن القديس يوحنا الرائي كان عايز يتكلم بتعبيرات اكبر بس ما قدرش، لان حاجه ما قدرش يعبر عنها. عارفين زي ايه؟ زي ما واحد مثلا يروح مكان
انا مثلا مثلا من الحاجات شفتها هنا مثلا مثلا يعني رحت اقول ديزني مثلا مثلا فاول ما رحت اقول ديزني ده شفت حاجه اسمها فانتاستيك، ما اعرفش شفتها ولا لا، حاجه كده هي فعلا فانتاستيك خالص يعني، اللي يروح يقول ديزني لازم يشوفها، بس الشو ده بيبقى متاخر، لازم يبقى لما الدنيا تظلم. فلما شفتها انبهرت، كنت يعني جيت مثلا بقالي سنه ونص ولا حاجه، قلت ياه، لا مين اللي يتخيل يعمل حاجه زي كده؟ فبعديها الاولاد وكلموا مصر بيقولوا رحتوا فين؟ انا رحت وولت ديزني. طب شفت ايفول ديزني؟ فقالوا له قلت له بصراحه شفت حاجه اسمها فانتاستيك. ايه فانتاستيك دي؟ قلت له ما اعرفش، مش عارف اوصفها لكم، حاجه كده كهرباء وشاشه على السماء وبعدين انوار تطلع. يا ابني فاهم؟ مش قادر افهمه، مفيش طبعا دي كمان ايه، دي حاجات حسيه. فلك بقى واحد شايف حاجه عمره ما شافها قبل كده، فهي ازاز، لا هي مش ازاز، هي سايل، لا هو مش سايل، فمش عارف يفسرها. عشان كده يوحنا الرائي لما جه كتبها ما قدرش يكتبها بلغه احنا نقدر نفهمها. عشان كده النهارده لحد النهارده سفر الرؤيا مش قادرين نفهمه كله، يعني بنقدر نفهمه من خلال المفسرين والاباء، لكن برضه مش بالصوره اللي احنا نقدر نفهمه احنا نشوف ايه في السماء. فنفس حكايه بولس الرسول، حاجه كلمات لا ينطق بها، لا تستساغ ان انا اقولها. من جهه هذا افتخر، ولكن من جهه نفسي لا افتخر الا بضعفاتي. بدا بقى يرجعني تاني للارض، اخذ ايه واحده بس في ان يوصلنا للسماء، لكن رجعنا على الارض. ايه قال؟ يا جماعه انا الكلام ده انا شفته من 14 سنه، ولما جيت بشرتكم ولما جيت حبيتوني ما قلتش عليه حاجه. ما قلتش عليه حاجه ليه؟ مش عشان انا ضعيف ولا عشان انا مش رسول، لا، لان دي حاجه ما تتقالش، دي حاجه ما تتقالش. لكن لما الواحد بدا عيب يقولها، يحب يقولها علشان تتاكدوا ان انا رسول، فانا بقولها، انا بقولها، لكن طبعا انا بطريقه ظريفه. من جهة هذا أفتخر، يبقى إذن كلام على نفسه، بس كتاب يقول على نفسه. من جهة هذا أفتخر، ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي. يرجع يقول أنا بفتخر بضعفاتي. ليه ضعفاتي؟ ضعفاتي إيه؟ إن أنا مثلاً ما بعرفش أتكلم كويس، إن اللغة اللي عندي مش كويسة، دي ضعفاتي. هو تفتكروا إن ده قوتي؟ هو أنا طلعت السماء دي بقوتي؟ لا، دي بقوة ربنا يسوع المسيح. هو أنا كرست ليكم بقوتي؟ دي بقوة ربنا يسوع المسيح. هو أنا لما جيت ودخلت في حضن المسيح هي دي بقوتي؟ دي بقوة ربنا يسوع المسيح. فدي ضعفاتي، لكن ضعفاتي دي بقت قوية ليه؟ لأن أنا رسول، لأن أنا علي الروح القدس، لأن أنا كاهن، لأن أنا أسقف، لأن أنا رسول، وهكذا. فإني أن أردت أن أفتخر لا أكون غبيا لأني أقول الحق. يعني الواحد دي برضو درس. بصوا يعني أنا عايز برضو حضراتكم تتأملوا في كورنثوس، تقولوا اتعلمتوا منها إيه؟ أنا من ضمن الحاجات تعلمتها منها الاتضاع، ولكن الاتضاع العملي، الاتضاع العملي مش الاتضاع الشو، ضع الصح. بيقول إيه؟ فإني إن أردت أن أفتخر لأكون غبيا لأني أقول الحق. الواحد لما يفتخر، عيب لما يفتخر ويفتي ويعمل شو وأنا أفتخر بيه. اللي تملي في حته، في الحته دي، في حته الكذب وحته الواحد يعني يقول كده حاجات ما ينفعش، الحته دي في عدم احترام للناس. الانسان الضعيف هو انسان اللي يكذب، وانسان يفتخر بامور مش موجوده في حياته، فهو انسان غبي للاسف الشديد. الانسان اللي يفضل بقى ايه، عارفين يقول لك ايه ده، بي ايه بيفتي كده، ولا بي ايه بيعمل ايه، مش عارف بيعمل ايه كده، يقول كلمه كده بالعربي مش فاكرها، يعني ايه يزود كده الكلام وراح وعملت مش عارف ايه، ده واحد اخطيت سامحوني، ده انسان غبي. فبولس الرسول مش غبي، لكن افتخر بايه؟ افتخر بالحق، ولا ده فعلا حصل، ولكن وليه بس هو حصل ايه؟ ان مش ينفع واحد يكتب كل الرسائل دي الا في قوه ربنا، مش ينفع واحد يدخل كل الالوف دي ولا الملايين من البشر في حضن المسيح الا في قوه ربنا. ازاي يعني؟ ازاي؟ ولكني اتحاشى لإلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ها؟ يعني أتحاشى عشان بس إيه محدش يشوفني كده أو إيه يراني فوق أو يعني يسمع عني. لا، هي أعمال هي اللي بتظهرني، أعمال هي بتظهرني. يعني ومفيش واحد هيقول أنا بعمل وبعمل وبعمل، لكن معروف إن بولس الرسول عمل، يكفي إن هو أول ميت، يعني القديس بولس الرسول أول ميت، ها؟ أفطيخوس، شاب أفطيخوس في العليه لما كانوا بيدوا الجسد والدم، وبعدين واحد راح وقع من البلكونه الدور الثاني، وقع قدامهم ميت، فقومه بقى طبعا مش بقوته، بقوه ربنا، بس قومه، يعني رسول، يعني انسان رسول. لان اقول الحق، الحق الاعمال اللي عملتها والمعجزات اللي عملتها. ولا الا ارتفع بفرط الانات عشان ما ارتفعش انا بقى، ما اتكبرش. شوف برضه هنا برضه بيديهم ايه، عظه وحكمه
حدش يتكبر. وفي نفس الوقت بيقول كمان أنا عشان ما تكبرش. يا أنت بتكبر يا بولس؟ يعني صعب البولس يتكبر؟ لا، يقول لك لا برضو ما أنا ممكن أتكبر. عشان ما تكبرش أعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان يرتمني لإلا أرتفع. أعطيت شوكة في الجسد. قديس بولس الرسول كان عنده حاجات كتيرة جدا في جسده، حاجات كتير جدا تعباه وألماه. من ضمنها مثلا كان عنده ضعف في البصر، كانش بيشوف كويس، كان بيشوف يدوب كده. فكان لما كانوا يكتبوا له الرسائل ما كانش هو يكتبها، كان يمليها لحد. كانت الكلام ده كان في روميا 16 وغلاطيا 4 وغلاطيا 6. وبعض الأحيان كان يكتب السلام، كان يعني يكتب الرسالة وآخر جملة بس هو اللي يكتبها بخط السلام ده الأخير، يبص كده ويكتبها بالعافية. ومن ضمن الحاجات طبعا صعب إن واحد يحب الكتابة ويجي له ضعف في النظر، صعب قوي. يعني واحد مثلا، واحد رسام، واحد مثلا بيعمل ديزاين، بس مثلا ايه بدأ ما يشوفش، تتعبه قوي دي، لان هو دي شغلته او دي خدمته يعني. لكن ربنا اديها له عشان ايه؟ ما يتكبرش على حسب كلامه. ايضا الاعلانات اعطيت شوكه في الجسد، دي برضو شوكه في الجسد دي ممكن تكون الاضطهادات اللي حصلت له المستمر، اللي كان كل ما يروح مكان الشيطان يقوم السلاطين علشان ايه؟ يبتدوا يضطهدوه. فدي برضو ممكن تكون برضو شوكة في الجسد. برضو ممكن تكون شوكة في الجسد الجروح اللي كانت في جسده، كانت كل جسده الجروح، لكن ما كانش بيقدر يلبس لبس، يعني ما كانش يقدر يحط أي حاجة على جسمه من كتر الجروح. عارفين الجروح بتاعة الجسد دي صعبة جدا جدا ومؤلمة جدا، لا يعرف ينام على يمينه على شماله أي حاجة خالص. فدي صعبة، ودي كانت في أعمال 19 وفي غلاطيا برضو 4. يبقى إذن القديس بولس الرسول أعطي شوكة في الجسد لإلا يتغر من كتر أعمال اللي عملها. فبالتالي هو كان تملي إيه؟ ماشي كده إيه جنب الحيط، لكن خدمته كانت قوية. الشوكة في الجسد دي ها يعني ربنا ادهاله أو سمح الله للشيطان أنه يأخذها، بتعمل حاجتين: بتنقي الإنسان من خطية معينة ممكن يعملها، كما في حالة الزاني بتاع كورنثوس ده اللي هو بيتكلم عنه قبل كده بكم من كام صحيح فاته، أو حالة أيوب، أو ممكن تكون حماية من السقوط في الكبرية كما في حالة بولس الرسول. يعني أي واحد عنده شوكة في الجسد، مرض معين أو 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 أو, أو شيء مثلا، يشكر ربنا لأن حاجة مثلا ما يكون في خطية هتجيله، فهو عايز يقف مع ربنا علشان ربنا يرحمه من المرض ده أو من الشوكة دي، فبيعملش خطية فده كويس، أو علشان ما يتكبرش. واحد ناجح، واحد شاطر، فيبقى فيه شوكة في الجسد عشان ما يتكبرش. لكن ممكن واحد يكون جايله بدي لكن ما يحسش برضه يعمل اللي هو عايزه، دي مشكلة بتبقى يعني. ربنا يقول له طبعا أعمل معك إيه بقى. من جهة هذا تضرعت الرب 3 مرات أن يفارقني. الله لا يستجيب لمن أطلبه، لا طبعا بيستجيب، لكن يستجيب لإيه؟ للخير. يعني حتى بولس الرسول تضرع، ولكن ايه برضو فضل نفس ايه نفس الفكرة. واللي يقدر اكتر واكتر ان القديس بولس الرسول زي ما بنقول في الاسمة ها، وكان زي ما جه في اعمال الرسل يقول لك ان كانت مناديل ومآزر بطرس الرسول كانت تشفي ايه؟ تشفي الامراض. يا خبر ابيض، يعني المناديل والمآزر اللي كان فيها الوجع ده والكروح دي ها والحاجات اللي كانت بتنزل دي، كانت مناديل تبقى مليانة بيها الحاجات دي ويتحط على ناس عيانة تشفى، والقديس بولس الرسول ما يشفيش. حاجة غريبة، بس ده احنا شفناه كتير. يعني ممكن يبقى في اباء كتير يعملوا معجزات يبقى هم عندهم ألم ومرض وتعب، تستغرب انت يا رب انت يعني هو بايده بيشفي الناس، وهو هو ربنا مديله دي لأسباب معينة، أسباب ممكن تكون عشان ما يتكبرش بسبب النعمة اللي فيه، ممكن يكون علشان ما يبقاش فيه خطية يقدر يعملها فيبقى تملي ماشي مع ربنا. فقال لي تكفيك نعمتي. حلوة طبعا الآية دي كلنا حافظينها. فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. يعني أنا هو مش عارف أشفي نفسي، ولكن وأنا ضعيف جدا، لكن أنا أشكر ربنا على الضعف. ليه الضعف؟ لأن لما كنتش ضعيف ما كنتش أبقى رسول، لما كنتش ضعيف ما كنتش أبقى قوي، لأن ربنا تملي بيختار الضعفاء وجهلاء العالم عشان إيه؟ يخش بيهم العالم. ليه؟ عشان نرجع الفضل لربنا مش للإنسان. فقال لي تكفيك نعمتي لأن قواتي في الضعف تكمل، فبكل سرور أفتخر بالحري
في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. ده اللي احنا تمني بنقوله، بنقوله للناس، بنقول للناس حبيبي انت ضعيف انت قوي. طول ما انت حاسس انت قوي مش تعمل خطيه، انت تعمل خطيه. طول ما انت حاسس قوي في خدمتك يبقى انت ضعيف. لان ربنا مش اسي، بصوا الانسان مهما كان قوي مش قد الخدمه. يعني الانسان مهما كان قوي راح يقول لك انا عندي بقى اكسبيرينس في الحته دي، وهخش بقى الحته دي هعملوها انا قوي بقى. اوكي، هو ربنا مش هيخليك ضعيف عشان الناس تضحك عليك، لا، هيخليك قوي بنفس الصوره بتاعتك، بس مش هيكمل قواك. طب القوه دي بقى ايه؟ كبيره. بس مهما كانت كبيره، ده انت عندك كم عيله وعندك كم مشكله، وده المشاكل كده تطلع لك من حيث لا تدري. تبقى انت فين قوي؟ مش هتعرف تحلها. ليه؟ فلا، يبقى انا ضعيف. يبقى اللي بيحل مشاكله ربنا. خليني ابقى انا ضعيف عشان انت تحلها، لان مهما عملت انا مش هعرف احلها. فهو الرسول بيقول كده: تكفيك نعمتي انا قوتي في الضعف تكمل، فبكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي. لكي كل سرور بقى. فانتوا بتقولوا بقى ان انت ضعيف في الحاجات دي، لا، ده انا بفتخر بضعفاتي. طبعا ده بعد ما اثبت لهم. خلي بالكم الايه دي قالها امتى؟ بعد ما اثبت ان هو فعلا حتى كشخص، طبعا بالمسيح، هو قوي، قوي قوي بالرسوليه، قوي بالاتحادات اللي حصلت له، قوي بالرؤيه اللي شافها، قوي بالسماء الثالثه اللي طلعها. فاذا هو قوي، بس قوي مين؟ بالمسيح. لان هو ضعيف باللي انتوا بتقولوا عليه، فانا ضعيف باللي انتوا بتقولوا عليه. فاللي انتوا بتقولوا عليه ده ضعفاتي كملها المسيح عشان ابقى يبقى انسان قوي. وبولس ايه؟ بولس الرسول. لذلك أصر بضعفاتي والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأن حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. الآية دي كل خادم لازم يحفظها، كل خادم لازم يحفظها. لذلك أصر بضعفاتي. واحد يقول لك أنت ضعيف، اللي أنت بتعمله ده هو مش عارف ربنا جاب لنا جابك منين. تفرح ما تزعلش، تفرح ما تزعلش. ليه؟ تعرف أن خدمتك نجحة. أنا ضعيف بس يبقى ربنا هيبقى معايا، لأن دي كنيسته، لأن دي كنيسته، هي كنيسة، دي كنيسته هو. فلذلك أصر بالضعفات. ما لما ضعيف بقى فالناس هتشتمني وماله، والضرورات والاضطهادات والضيقات، بس لمين؟ لأجل المسيح. خلي بالك، لأجل بقى. بس في واحد ضعيف في شغله، في واحد ضعيف في شغله، يعني أنا في مصر ساعات معلش ما تزعلوش مني، يجي واحد يقول لك ده أنا كنت إيه، كنت بصراحة مضطهد وشايل صليب يا أبونا. مضطهد ليه يا ابني؟ إيه اللي عملته؟ بس الموضوع الفلاني ما عرفتش أعمله، فالناس قال له روح أنت اسمك بشوي، روح بشوي بلا قرف. أنا أخذت صليب، أنت ما أخذت صليب، لكن أنت كنت ضعيف في عملك مش من أجل المسيح. إمتى تبقى من أجل المسيح؟ لما تبقى أنت في عملك أمين وفي 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 وفي، بقول لك تعالى أنت اسمك بشوي وفي الآخر خالص اطلع بره، فعش يبقى أنت كده. لكن مش كل واحد يقول أنا كنت بشتم، لا، لازم يكون من أجل إيه؟ لأجل المسيح. حط لأجل المسيح ده مليون خط، لأن حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. في الوقت بقى أبقى قوي، بس واحد ضعيف هيفضل ضعيف لأن هو ضعيف مش من أجل المسيح. وفي واحد قوي لكن هيبقى ضعيف لأنه قوي بس عامل فيها قوي، لكن هو مش قوي. لكن في واحد ضعيف وهيبقى قوي لأجل مين؟ لأجل المسيح. هو ده الضعيف اللي هيبقى قوي. فحينئذ أضعف أفرح بقى ضعفاتي، فحينئذ أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. قد صرت غبيا وأنا أفتخر أنتم ألزمتموني، لأنه كان ينبغي أن أمدح منكم إذ لم أنقص شيئا عن فائق الرسل وإن كنت لست شيئا. فيها فلسفة الآية دي شوي. وبهذا الافتخار صرت غبيا في نظركم. يعني نفس الكلام اللي قاله ساعة الفاتحة لو تفتكروا، بدأ فيه أقول لو سمحتوا يعني يتحملوا غبائي واللي هقوله ده، لأن هقوله ما يمكنش ينفع أن أقوله، ما يصحش أقوله، بس أضطر أقوله عشان إيه؟ ما تعثروش. فنفس الحكاية بيقول لهم إيه؟ قصرت غبيا أفتخر أنتم ألزمتموني، أنتم اللي خلتوني أتكلم على نفسي. طبعا ده برضه القديس بولس الرسول واحد حاسس بيه في الحياة.